في ناس بيقولوا انه تعاونك مع محمد عبده في محتاج لها وكلك نظر نقل محمد عبده من حدود السعودية الى الخليج بشكل عام. تجمعني صداقة مع الاخ محمد من زمان. ايوه الأخ طلال ما جمعتني معه صداقة، ولكن كنت صديق صوته. أنا أحترم إنتاج نواة وإنتاج أحلام. الشاعر الكويتي بدر بورسلي. الحكومة حكومتي وتروح، مجلسي ويروح، الوطن باقي. كلام في الفن مع سارة الدندراوي، الجمعة 7:30 على شاشة العربية.